الكثير من الشباب والعائلات يفضلون الاحتفال بأول أيام عيد الفطر المبارك في ولاية عين تيموشنت على شواطئ الولاية لتكون قبلة للباحثين عن الاستمتاع بأوقاتهم. كما حنا سكان بلدية تارقة، من بعد ما نغافروا الأقارب والأهل وكل شيء، عندنا فرصة هكا باه نجوا لشاطئ تارقة، نجيبوا الولاد تاعنا يتصوروا، يفوتوا وقت شباب، ندو ذكريات، تكون عندنا ذكريات مليحة. عندنا فترة العيد راك عارف الصباح نغافروا الأهل تاعنا باش الإنسان يختم الصيام تاعه ويسير رحمه، والمساء راك عارف مكان ما دير، تسمى تجي للبحر تجي أنت وصاحبك هكا تبوزي شوية تريح. حمار راه اليوم والله العظيم. أيوا عيد مبارك لكل الأمة الجزائرية، إن شاء الله كل عام وأنتم بخير. أيوا والله يغفر الذنوب إن شاء الله. أجواء ربيعية مع تسجيل ارتفاع طفيف في درجات الحرارة ساهم في زيادة الإقبال على شواطئ البحر. غافرنا الفاميليا قادرنا عليهم، غافرناهم قادروا يجوا يشوفوا البحر باش نوجدوا احنا للصيف إن شاء الله. وسخانة ثاني راها سخانة مليحة، نهار شباب وتعيدوا تعودوا إن شاء الله. نجي هنا مع أصحابي شغل قاعدة شابة، خوي عقلك أنا في البحر خير في لاج الحمد لله أخويا. نجي نريحوا نخلقوا جو تاع عيد هنايا في البحر، شباب هكا لي فامي راهم هنايا حالة راهي شابة الحمد لله. البحث عن السكينة والتخفيف من الضغوطات وقضاء ساعات بشواطئ ولاية عين تيموشنت التي بدت الملاذ الأول للباحثين عن المتعة والتسلية خلال أول أيام العيد.